حياكم الله ويا هلا بيكم على متابعي ومشاهدي قناة سامرة الفضائية لبرنامجنا برنامج استراحة الظهيرة. اليوم راح ناخذ آراء المواطنين. موضوعنا هو منو يعرف الباسورد مال جهازك او الرمز مال جهازك؟ اليوم الموبايل له خصوصية، والبعض من الشباب والبعض من البنات عندهم خصوصية بالموبايل، لكن اكو اشخاص يقول لك اني الرمز مالتي اكو شخص يعرفه، هذا كان اخويا او امي او ابويا حسب، وكل بعض يقول لك لا انا ما اعطي رمز الموبايل لاحد، يعني اكو خصوصية بداخل الجهاز. راح تكون جولتنا ويا المواطنين، خلينا نشوف ارائهم، خلينا نشوف هنا شنو ردودهم او ايش راح يقولوا لي. السلام عليكم، شلون صحة؟ شو اخبارك؟ هاكو احد يعرف رمز جهازك؟ اخوي ما اعرف، انا باكستاني. انت شنو؟ باكستاني. انت باكستاني، اكو احد يعرف الباسورد مال جهازك؟ باسورد؟ ايه. منو يعرف الباسورد؟ حبيبتي. حبيبتك؟ ايه حبيبتي اعرف، اي واحد ما اعرف. زين ليش الا حبيبتك؟ غير سحبة. لان حبيبتك؟ ايه. شكرا لك. ايه شكرا لك. شكرا لك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شلون صحة؟ حياك الله. شو اخبارك؟ خير الحمد لله. شلون امورك؟ خير الحمد لله. اكو احد فيك يعرف الباسورد مالتك مال الجهاز؟ ايه. منو؟ محمد. ليه؟ صديق مقرب. وين منو محمد؟ هذا ابو الاسود. هذا محمد يعرف الباسورد مال جهازك؟ ايه. يعرف خصوصياتك؟ ايه طبعا. اها. ايه. زين ليش طلعت اياه؟ لان صديقك المقرب؟ ايه اكيد. شكرا لك حبيبي. السلام عليكم. شلون صحة؟ شو اخبارك؟ تعال امي تعال بالفي. اكو واحد يعرف الباسورد مالتك مال الجهاز؟ لا. لا لا ليش؟ والله خصوصية. الخصوصية؟ نعم. فما تعطي الباسورد مالتك لأحد؟ أكيد. لا لوالدتك لا لأخوك؟ أكيد لا، إذا يعني بس ما أحتاجه. لا أي ما نعمل. طيب شكرا لك حبيبي. السلام عليكم. السلام. الولد هنا. طبعا مشاهدينا الكرام أكيد بعدنا مستمرين وياكم لبرنامج استراحة الظهيرة بهاي جولتنا. خلينا نشوف هنا اللي راح يقولوا لي إنه أكو واحد بيهم يعرف الباسورد مال تمات جهاز ام لا. السلام عليكم، شلون صحه؟ شو اخباركم؟ شوي تعب الفين، تعب الفين، تعب الفين. بس شلونك عيني؟ شو اخبارك؟ شنو اكو واحد يعرف الباسورد مالتك مال جهاز؟ الرمز مال جهاز؟ اي. منو؟ زوجتي. ضروري تعطيها الباسورد؟ لا ما ضروري. يعني ما احنا ما لا ما بيناتنا ماكو بيناتكم خصوصيه؟ لا لا ما ابد ابد. لكن انت مطل الباسورد لزوجتك. اي عاد. حلو. شكرا لك. شكرا لك. ليش اكو شيء؟ لا احنا نسال هذا موضوع. لا عادي ما عادي. زين بما انه انت تقول انك ضحكت علي قلت لك زوجتك تعالي. زين بصراحه انا قلت تجاوبني. اكو واحد يعرف الباسورد مالتك؟ الرمز مال الجهاز؟ ايه اكيد. منو؟ زوجتي. متاكد؟ متاكد. زوجتك؟ ايه عادي يعني ما زال الثقه موجوده عادي دائما. هذا شيء حلو. اليوم اذا انت الباسورد مالتك مال الجهاز حتى البرامج الموجوده بالجهاز؟ ايه اكيد. كلها بزوجتك؟ كلها كلها. هو رمز واحد يعني بالجهاز، ما عندي برامج، ما عندي. لا ما عندي. ما عندي. شكرا لك. يعني حبيبي حبيبي. حياك الله حياك الله حياك الله. السلام عليكم. تعال امي تعال امي، شلونك؟ شو اخبارك؟ الحمد لله. متزوج خاطب؟ لا ولا هاي ولا لا هاي ولا هاي. ايه. اكو واحد يعرف الباسورد مالتك مال الجهاز؟ اخوي صغير. شو اخوك صغير؟ ايه. ليش؟ هو بس هو واثق بي. بس اخوك؟ لان اذا سوى شيء اقدر كنت عادي. مبين معروف. طبعا اكو البعض يقول لك حبيبتي، اكو البعض يقول لك زوجتي، واكو البعض يقول لك اخويا، اذا اخويا اقدر عليه. زين خلينا نشوف اخر واحد حتى اختم وياكم الجوله مشاهدينا الكرام. السلام عليكم، شلون صحه؟ ما انت قاعد تخابر. اكو واحد يعرف الباسورد مالتك مال الجهاز؟ لا ابد ابد. ليش؟ شيء خاص بيها خصوصيتكم؟ نعم ابد. يعني لا زوجتك لا خطيبتك لا والدتك ابد. هذا شيء خاص بي. انت متزوج؟ لا. خاطب؟ اي. زين لو خطبتك قالت لك اريد الباسورد مال الجهاز، ايش حتقول؟ حطيه عادي، بس ثقة. ثقة. اساس. اساس. شكرا لك. حبيبي. حياك الله. مشاهدينا الكرام انتهت جولتنا اليوم وياكم، شفنا آراء الناس، هاي كانت آراء الناس مختلفة، اكو البعض يقول لك اكو خصوصية بالجهاز، واكو البعض يقول لك لا عادي، ما طول عندي ثقة بنفسي أعطي الباسورد. هاي عودة إلى زملائي بالاستوديو لتكمل برنامج استراحة الظهيرة، إلى اللقاء.